تعرف على قصة المثل يداك أوكتا وفوك نفخ. هناك مثل يقول يداك أوكتا وفوك نفخ، يضرب هذا المثل لمن كان سبب هلاكه على يده. وأصل المثل أن قوما كانوا في جزيرة من جزر البحر في الدهر الأول، وكان دونها خليج من البحر، فأتى قوم يريدون أن يعبروا إليها فلم يجدوا معبرا، فجعلوا ينفخون أسقيتهم ثم يعبرون عليها. وكان معهم رجل عمد إلى سقائه، فأقل النفخ فيه وأضعف الإيكاء والربط له، فلما توسط الماء جعلت الريح تخرج حتى لم يبقى في السقاء شيء، وأوشك على الغرق وغشيه الموت. فنادى رجلا من أصحابه أن يا فلان إني قد هلكت، فقال وما ذنبي أنا؟ يداك أوكتا وفوك نفخ. فذهب قوله مثلا من العصور الوسطى إلى عصرنا الحالي.